حضرتك الاول. الحمد لله، كله تمام الحمد لله. الناس كلها استغربت من الكلام اللي قاله هشام جنينه امبارح منسوب للفريق سامي عنان. هذا الكلام لما شفت تصريحات هشام جنينه شفتها ازاي؟ وحضرتك ابن هذا الرجل اللي كنت بتقعد معاه بتشوفه بتتكلم معاه، هل في اي مدى انه يكون والد حضرتك اتكلم مع نشار هشام جنينه في اي امر في هذا السياق اللي خلى هشام جنينه يطلع يقول بهذه القوه وهذه الثقه انه في حاجات وتهربت وتسربت والى اخر ذلك؟ يستحيل. يعني ده شيء مستحيل، وكان نتيجه ان انا سمعت الكلام ده زي ما حضرتك بتقول الناس استغربت. انا فوجعت بقى، بس استغربت امبارح. انا فوجعت، واكيد حضرتك والساده المستمعين الافاضل كلهم وصل لهم البيان اللي احنا اصدرناه امبارح والاجراءات اللي اتخذناها امبارح وكملناها النهارده، وفوجئت النهارده وانا عند استاد المدعي العام العسكري بالاجراءات اللي اتخذت من امبارح من قبل القوات المسلحه ومن قبل الفريق سامي، واستكملها النهارده الفريق سامي بشخصه في المدعي العام العسكري. لان تصريحات زي كده بيضربوا من الخيال، يعني انا مش عايز اقول مصطلحات اكتر من كده عشان ما يصحش، لكن مفيش القوات المسلحه ما خرجش منها لغايه النهارده انسان ممكن يعمل واحد في المليون من اللي سمعناه امبارح من المستشار هشام جنينه. طيب هل قابلت سياده الفريق سامي؟ طبعا قابلت. اتكلمت معاها قبل التحقيق؟ لا، ده هو الفريق سامي من امبارح عارف الكلام ده. عرف امبارح؟ من قبل ما انا اعرفه. يعني هو عارف امبارح الكلام ده من قبل ما انا اعرفه، وقعد مع الساده الافاضل واتكلموا في الموضوع وعملوا اجراءات رسميه في الموضوع امبارح في القوات المسلحه. لا معلش حضرتك، بتقول دلوقتي معلومات مهمه، سياده الفريق سامي عنان عارف امبارح بالكلام المنسوب لهشام جنينه. طبعا امبارح بالليل لما حصل اللي حصل ده كله، طبعا كان لازم يخطروه على طول باللي حصل. وتم اختاره باللي حصل، وتمت الاسئله كلها في الموضوع اللي حصل، وقال الكلام اللي قاله كله، والنهارده بقى كان رسم كمان امبارح. لا معلش، امبارح بتقول الفريق سامي عنان تم استدعائه رسميا للنيابه وسئل. طبعا. ونفى تماما. طبعا. نفى، حضرتك بتقول نفى، لم يعني انه كله كذب. تماما تماما. تماما. طب هل حصل مواجهه النهارده او يعني حاجه بهذا المعنى؟ اللي انا عرفته من الساده المحامين، لان انا طبعا ما كنتش اقدر احضر المتحقيقات طبعا. طبعا حصلت مواجهه. طبعا. ايه اللي دار فيها؟ لا انا ما اعرفش اللي دار فيها، بس اللي عرفته الكونكلوجن بتاعها انه طبعا نفى تماما الكلام ده. تماما يعني، وتقدم ببلاغ رسمي يعني النهاردة. والد حضرتك تقدم ببلاغ؟ طبعا. غير البلاغ بتاعكم؟ طبعا، لان احنا لما جينا نقدم بلاغنا اتقال لنا واحنا عند المدعي العسكري لازم المحامي يبقى معاه توكيل خاص للواقعه. نعم. فالحمد لله احنا واحنا هناك كان الفريق سامي موجود. هو بنفسه بقى كمان طلب منه وعمل البلاغ. فنفى تماما. طب ايه اللي دفع هشام جنينه يقول هذا الامر منسوب الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحه اللي كان في فتره مهمه جدا في تاريخ البلد من 25 يناير لحد 2013؟ هو حضرتك يا استاذ احمد لما تسمع الكلام اللي بيقوله المستشار هشام جنينه، يعني الكلام حتى ما فيهوش اي نوع من انواع اللوجيك. يعني المجلس الاعلى للقوات المسلحه لو افترضنا ان هم 20 شخص اكيد عندهم اليه لاتخاذ القرار. وانس ان القرار اتخذ، ال 20 شخص مسؤول عن القرار، مش 19 واحد. لا. وهم بشر وبيخطئوا زي اي بشر في التاريخ. نعم. فلو اصابوا فالفريق سامي عنان اصاب معاهم، لو اخطاوا فالفريق سامي اخطا معاهم. فيعني ايه انا هطلع عندي اوراق تحاسبهم هم على اخطائهم؟ طب ما لو اخطاوا ما انت اخطات معاهم. ده يعني انت الرجل الثاني. بالظبط كده. انت المسؤول. بالظبط. وبعدين هل الاحداث اللي اتكلم عليها المستشار هشام جنينه اللي هي مش عارف محمد محمود وماسبيرو وغيره الحاجات اللي قاعد يقولها، هو الفريق سامي كان في الخدمه والرجل الثاني زي ما حضرتك بتقول، ولا كان ما كانش في الخدمه؟ لا، كان الرجل الثاني. طب امال ايه؟ واللي بيحصل في الشارع كان عارف على علم بكل حاجه طبعا. بالظبط. طب امال ايه؟ امال يعني ايه هم يدانوا وهو لا يدان؟ يعني ايه هم اخطاوا وهو لم يخطئ؟ كلام ما فيهوش اي نوع من المنطق خالص يعني. وبعدين لما الوالد، معلش انا اسف، سياده الفريق وحضرتك بتتكلم معاه، ايه اللي قال لحضرتك؟ ايه تحليله ايه انه هشام جنينه قال هذه المزاعم على لسانه؟ لا هو طبعا النهارده كان في منتهى الانزعاج. يعني حتى انا ما كنتش عارف ان انا اتكلم معاه من كتر ما هو منزعج من الكلام اللي قاله مستشار هشام جنينه، وما بقاش مصدق يعني.
في الاول ما كانش فعلا مصدق ازاي الكلام ده اتقال، لدرجه ان الناس جابوا الفيديو. شاف الفيديو مقطع مقطع؟ طبعا شافوا مقطع مقطع طبعا. اه يعني ما كانش متخيل ان ممكن حاجه زي كده تتقال يوم من الايام. يعني وثائق وصل لصدمه، يعني ممكن عنده صدمه. لا بصراحه يعني انا ابنه اتصدم، فما بالك هو رجل عسكري وحارب عشان البلد دي وعنده القوات المسلحه دي اهم من عيلته. يجي يطعنوه هو في القوات المسلحه. او يستخدموه هو عشان يبقى طعن للقوات المسلحه. ده منتهى الخسه والدناءه يعني. يعني الهدف شايفينه انه استخدام الفريق سامي عنان لطعن القوات المسلحه. طبعا باعتباره ابن هذه المؤسسه. طبعا اي حد لازم يشوف كده يبقى فاهم كده طبعا. واستحاله هو هيدي حد الفرصه ان هو يبقى في يوم من الايام اداه لاي جماعات او تنظيمات او ناس عندها اهداف ان هم يطعنوا بيه القوات المسلحه. لا كله القوات المسلحه. هو عنده ثوابت وحاجات استحاله تتغير مهما كان الاوضاع. ليه الزج باسم الفريق سامي عنان؟ يعني هشام جنينه وقبله مش عارف مين، ليه استخدام الاسم في الاساءه للقوات المسلحه او محاوله الاساءه للقوات المسلحه؟ ليه؟ علشان بيخدم على مين؟ ما انا اقول لحضرتك في تصور عند بعض الناس هناك تصور عند بعض الناس ان هناك خلاف ما بين الفريق سامي عنان والقوات المسلحه. وده شيء غير صحيح. القوات المسلحه من يوم نشاتها لغايه ما ربنا يرث الارض، القوات المسلحه على قلب رجل واحد. قد نختلف مع بعض احنا في بيت واحد كقادة وقوات المسلحة وكزمايل، نقعد في بيتنا الكبير اللي هو المؤسسة العسكرية ونحل خلافنا ايا كان. خلاف بيتحل. القوات المسلحة لا فيها فاسد ولا فيها فاسق ولا فيها خاين ولا فيها عميل ولا فيها متآبر. برافو عليك. خالص. برافو. في تاريخ عمر ما ده فاكر. برافو. بحيي. لا لازم احيي حضرتك على ده، لان هي دي القوات المسلحة. عمر ما هيبقى في تاريخها حاجة كده. وان كان في الناس متخيلة ان في خصومة او في خلاف ما بين الفريق سامي والقوات المسلحه، ده كلام غلط. وهو تخيلهم ده اللي هيقال لهم ان احنا بقى نصطاد في الميه زي ما بيقولوا كده. لا، ده خلاف في وجهات نظر ما بين الفريق سامي وما بين اصدقائه وزمايله واخواته والقيادات الاكبر منه او الاصغر منه. هم قاعدين في بيت الاسره الكبير اللي هي المؤسسه العسكريه، بيحلوا الخلاف اللي ما بينهم. وهيتحل كله كلام بسيط. هل في يوم من الايام وقاعد مع الوالد كده على روقان مسافرين يحكي لك على حاجه، ولا بيعتبر دي من الاسرار اللي هو ما بيتكلمش حتى مع بيته؟ بص انا اقول لك صراحه حاجة. صراحه انا اتكلم من الصراحه. انا ياما كتير اقعد معاه من ايام كان في الخدمه وبعد ما ترك الخدمه واصبح مستدعى، اساله طب الموضوع ده، طب الموضوع ده. كل اللي يرد عليا فيه ابتسامه. مش اكتر من كده. عمره ما اتكلم معايا في حاجه. طول عمره هو كده. عن اسرار عمله لم يتحدث معاك عن اي شيء خالص، لا هو في الخدمه ولا بعد الخدمه. انا اتذكر حتى يا استاذ احمد ايام بدايه الثوره في اول 25 يناير قعد هو وسياده المشير طنطاوي اكتر من 70 80 يوم ما بيغادروش مكاتبهم في الامانه العامه لوزاره الدفاع. فكان انا الوسيله اللي انا ممكن اروح اطمن عليه وارجع. فلما كنت اروح له مثلا اقول له يا بابا دلوقتي الناس بتقول في الشوارع كذا والناس بتقول في الشوارع كذا، طب انتوا ليه بتعملوا كذا وما بتعملوش كذا؟ يقول لي انتوا مش فاهمين حاجه، انتوا ما قدامكوش الصوره كامله. الايام هتثبت لكم. ده كان يبقى رده عليا. بعد لما ساب المجلس الاعلى للقوات المسلحه وتواجد معاه كتير واقعد معاه كتير، جربت مره مرتين ان انا اساله، لقيت ان مفيش اجابه بتجيلي، فخلاص انا عارف حدودي ايه في الحوار معاه. وعارف هو ايه اللي هيقوله وايه اللي مش هيقوله، فما بقتش اتعب نفسي ان انا اساله. خلاص. لانه ما بيجاوبنيش خلاص. طريق مسدود. بالظبط خلاص. طب هل كنت بتحضر لقاءاته مع هشام جنينه وحازم حسني والمجموعه دي ولا لا؟ بصراحه. لا لا لا، انا مره التقيت بيهم، بس مره واحده التقيت. مره واحده. مش اكتر من كده، مره واحده التقيت بيهم. طيب خليني هشام جنينه اتكلم على انه والدك ربما يتعرض لمحاوله اغتيال، وضعه ايه في الحبس او وضعه ايه دلوقتي؟ دلوقتي يا استاذ احمد انا لسه هقول لحضرتك كلمتين. قول لي. هو حضرتك وانت قاعد في بيت عيلتك حد يبقى خايف عليك؟ لا. طب الفريق سامي قاعد في مكان قضى فيه من حياته 55 سنه اللي هي القوات المسلحه. هامن عليه فين اكتر من كده؟ حالته الصحيه كويسه، وضعه كويس. ممتازه والحمد لله. ممتازه. ممتازه وهو دايما لما بشوفه باستمرار بيقول لي انا قاعد في وسط ولادي واخواتي وزمايلي. المعامله هايله كويسه، بيشتكي من حاجه
ابدا يعني ابدا. اول حضرتك عارف الرتبه، رتبه الفريق طبعا، وقاعد وسط القوات المسلحه، حضرتك عارف اعراف وتقاليد وقيم القوات المسلحه، ازاي الضابط الصغير بيعامل الضابط الكبير سواء على المعاش او مستدعى او في الخدمه. حضرتك بيعاملوه كفريق، هو رتبته فريق يا فندم. معلش انا اسف، اصل اللي بيتابعوا حضرتك عشان يبقى عارف ايه الحكايه، انه في ناس بتشوشر عليهم شوشره وكده. طبعا الاحترام بيتعامل فريق، طبعا بينال احترام قائد كبير ضابط في القوات المسلحه طبعا. دي ناس عندها تقاليد وعندها اعراف. وهو لما مره قعدت معاه من ضمن المرات اللي قعدتها معاه وبقول له لا طب حضرتك قول لي بس المعامله ايه، يعني حضرتك بتقول لي كده عشان تطمني وخلاص. رد عليا رد بصراحه انا شفت رد بليغ جدا. قال لي هو انت تصدق في يوم من الايام وانا في الخدمه ان انا ممكن اتعامل مع قاده من القاده اللي كانوا عندنا بطريقه وحشه؟ قلت له لا. قال لي اشمعنى ممكن تصدق على اللي موجودين في الخدمه دلوقتي حاجه زي كده؟ ده كلامه لحضرتك؟ ده كلامه ليا. قال لي احنا كلنا على نفس المبادئ، وكلنا على نفس الاخلاقيات، وكلنا على نفس التربيه. مفيش حد بيحيل عنها. مفيش مره اشتكى ابدا، ما اشتكاش من اي حاجه ابدا. يعني المعامله كويسه والاكل، وانا ما انا بروح بنفسي يا استاذ احمد، بتروح وبلتقيه وبشوفه وبشوف الناس قدامي الساده الضباط الافاضل باختلاف رتبهم كيفية التعامل معهم وكيفية التعامل معايا أنا حتى شخصيا.